الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين المصطفى الأمجد أبي الزهراء محمد وعلى آل بيته الأطيبين الأطهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. أخواتنا الفاضلات حرار ثورتنا الصامتات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه المسيرة النسوية التضامنية مع أسيرات الثورة وتحضيرية لإضراب الكرامة الثاني وبحضور حرائر ثورتنا وعوائل شهداء الأبرار، نؤكد على التضامن التام مع أسيرات الثورة اللواتي تحدينا وحشية الجلاد وقتلنا طيور السجان بصبرهن وثباتهن وصمودهن، وسيعودون حتما إلى أهلهن مرفوعات الحامة شامخات بأعضائهن وتضحياتهن لوطنهن ولشعبهن، كما ونقضي الدور المعطاء والفاعل للحرائر في مسار ثورتنا المجيدة اللواتي سجلن خطورا مشرفا في كافة الميادين والساحات. فكانت المرأة البحرانية إلى جانب الرجل تتحدى آلة القمع الخليفية السعودية، وهناك مجرد تأكيد على أهمية شهد الهمم والدوام.